انت شغال ايه؟ جرافيك ديزاينر وفنان تشكيلي. هقول لك بيفهموا ايه غلط، بيبعتوا لك صور ويقول لك حط صورة ابويا على الكعبة والحاجات دي. تمام. مين تاني؟ حضرتك شغالة ايه؟ بروجرام ايه يا فندم؟ مساعد برامج. مساعد برامج؟ يعني بتساعد البرامج ازاي؟ يعني لو منزل فوتوشوب بجيبك تقعدي جنبي ولا يعني ايه مساعد برامج؟ يعني ايه مساعد برامج؟ هي قالت بروجرام اسيستنت في الاول بس بعد كده انا ما سمعتش قوي فقامت قايله لي بالعربي. اتفضلي. يعني عندنا برامج مع الحكومه بنعمل بروجكت عندنا برامج. انا اوريكم بس من عندي المنظر عامل ازاي. عندنا برامج مع الحكومه وكده اللي هم الناس دول اللي بينزلوا بدري دول وبنساعدهم يعني وكده. اوكي. بنعمل لهم ايفنتس. ايفنتس ولا برامج؟ لا. بتروحوا تسطبوا لهم الويندوز والجو ده يعني؟ السيستم نزل فهنروح نسطبه لهم من كام. اوكي. براحة براحة براحة. سيرش انجن لايك جوجل مثلا؟ انت شغالة زي جوجل؟ بتقيمي نتائج البحث اللي بتطلع من جوجل يعني؟ ليه مين حضرتك عشان عشان تراجعي على جوجل يعني؟ ده تبع ايه؟ يعني مين اللي بيراجع على جوجل؟ وجوجل بياخدوا منكم طيب الفيدباك ده؟ اوكي. الكيو ايه بتاع جوجل يعني؟ يعني ايه كيو اي؟ ما تعرفيش يعني ايه وسيرش انجن بقى بتاع. طب انتوا زمايل السايكولوجيست اوبريشنز مانجر؟ لا دي ما فيهاش حاجه دي. انت بتدوري المكتب. لا دي ما فيهاش حاجه. واللي في النص حاجه اسمها هو ليه كله جاي فاتح الدكشنري معانا ولازم يعمل بايده كده وهو بيتكلم. نوليدج مانجمنت. انت مسكتي نتائج البحث بقى وقعدتي تحلليها. انا بشتغل ايه بقى؟ انا هقول لك انا بشتغل ايه.